بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قاله العبد، وكلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وتابعيه وأمته وعلينا معهم إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانة فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا والمسلمين برحمتك أرحم الراحمين. أدخلنا في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا من كل الأمور مخرج صدق. اللهم يا رب العالمين، كلنا بما كنت به لأوليائك. اللهم كلنا بما كنت به لأوليائك. اللهم وفقنا يا رب لما تحب وترضى، وثبتنا على الحق، وثبت الحق بنا يا رب العالمين برحمتك أرحم الراحمين. آمين 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 رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة شرح الرسالة القشيرية للإمام الأستاذ عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، المولود سنة 76 و300 من الهجرة، والمتوفى سنة 65 و400 من الهجرة النبوية الشريفة، في شهر ربيع الأول، شهر الولادة وشهر الوفاة. رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومي وعلومكم في الدارين آمين. ونحن على مشارف نهاية الرسالة القشيرية، والحمد لله في بدء وفي ختم. ما زلنا في باب كرامات الأولياء، وتكلمنا على المقدمة فيه في جلسات سابقة، ثم بعد ذلك بدأ يذكر بعض نماذج لكرامات الأولياء. وقفنا عند الكرامة 36. إن شاء الله احنا لو قرينا 100 كرامة النهاردة يبقى خلصنا الكرامات كلها، لأنه تقريبا جاب حوالي 136 أو 137 كرامة، على حسب يعني ما أراد إن هو يعطي نماذج، ولكن لم يرد الاستقصاء، لأن كرامات الأولياء لا تنتهي. في كل لحظة في أولياء في جميع الأزمنة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والله يجري على أيديهم الكرامات في كل زمان وفي كل وقت، وكلها تدل على صدق توجههم إلى الله وعلى صدق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: سمعت محمد بن عبد الله الصوفي يقول، سمعت محمد بن أحمد النجار يقول، سمعت الرقي يقول، سمعت أبا بكر الدقاق يقول: كنت مرا في تيه بني إسرائيل، يعني في سيناء، منطقة سيناء دي كانوا يسموها تيه بني إسرائيل. كنت مرا في تيه بني إسرائيل، فخطر ببالي أن علم الحقيقة مباين للشريعة، فهتف بي هاتف من تحت شجرة: كل حقيقة لا تتبعها الشريعة فهي كفر. ودي أيضا كرامة، أن يخطر في باله مسألة فيسمع صوتا يجيبه بإجابتها في الحال، دي كرامة ورعاية من الله عز وجل به. ومعلوم أن الشريعة هي مراد الله منك في عالم الملك، والحقيقة هي مراد الله منك في عالم الجبروت. فالله سبحانه وتعالى في الحقيقة خلق الخلق، وأراد أن يظهر سبحانه وتعالى قهره وفضله، فخلق فريق في الجنة وفريق في السعير، ثم جاءت الشريعة لتميز بينهما في عالم الملك. فأهل الجنة يعملون بالشريعة في الظهر، وهم في الحقيقة لأنهم من قبضة أهل الجنة،
وأهل النار يعملون بمخالفة الشريعة في الظاهر في عالم الملوك لأنهم في الحقيقة من قبضة أهل النار. فلا مخالفة بين الشريعة والحقيقة، الشريعة جاءت الذي يواظب عليها فهو في الحقيقة ناجي، والشريعة جاءت بأن من يخالفها فهو في الحقيقة مخذول. فلا مخالفة بينهم. وقال بعضهم: كنت عند خير النساج فجاءه رجل وقال: أيها الشيخ، رأيتك أمس وقد بعت الغزل بدرهمين، فجئت خلفك فحللتها من طرف إزارك. كان الشيخ اللي هو خير النساج ده بيشتغل في النسيج، بينسج وياخد القماش اللي نسجه يبيعه في السوق، فهو باعه في السوق، باعه بدرهمين، وراح رابطهم في ايه، في طرف ثوبه ومشي. جه حرامي راح فك الرباط وراح سرقه، ترجع له الحرامي تاني، لانه لما سرقهم ايده فضلت منقبضه على الدرهمين مش عايزه تتفتح، فراح له تاني عشان يحل له ايده. فقال: فحللتها من طرف ازارك، وقد صارت يدي منقبضه على الدرهمين في كفي، مش عارف يفتح. قال: فضحك خير واومأ بيده الى يدي ففتحها. يعني ضحك وراح مسك له ايده فتح حاله. ثم قال: امضي واشتري بهما لعيالك شيئا ولا تعد لمثلي. فكان سببا لتوبة اللص، ودي برضو كرامة ان ربنا يحرمه القدرة على حركة اليد بسبب سرقة الدرهمين، ثم يجعل توبته على يده. كل هذا كرامة لهم. وحكي عن احمد بن محمد السلمي قال: دخلت على ذنون المصري يوما فرأيت بين يديه قشطا من ذهب وحوله الند والعنبر يسجر. سيدنا ذنون المصري ده قاعد في البرية كده ما يملكش شيء، دخل عليه مرة وهو قاعد في البرية لا يملك شيء، لا قدامه اناء من ذهب وفيه الند والعنبر، يعني نوع من البخور الغالي. قالوا: منين ده في الصحراء؟ كأن ربنا سبحانه وتعالى أكرمه به. فقال لي: أنت ممن يدخل على الملوك في حال بسطهم، لأن ربنا أنا يعامله بحال البسط والجمال. فأعطاه هذا في الصحراء يؤنسه، ثم أعطاني درهما فأنفقت منه إلى بلخ، وحط إيده واداله درهم فأنفق بها إلى بلخ، يعني مسافة كانت ما تكفيش فيها 100 درهم، فضل الدرهم معاه ينس منه ويكفيه قليل الطعام حتى وصل الى بلده. يعني ربك سبحانه وتعالى يقبض ويبسط سبحانه وتعالى، ممكن يبسط لك في الرزق القليل العدد فيجعله كثير البركة وكثير الاصل، وممكن يقبض الرزق الكثير العدد يجعله لا بركة فيه. وحكي عن ابي سعيد الخراز قال: كنت في بعض اسفاري وكان يظهر لي كل 3 ايام شيء فكنت اكلهم. دول كانوا من اهل التجريد، كان لما يسافروا ما ياخدوش معاهم لا زاد ولا زواد، اقصى ما ياخد معاه ركوه علشان لو قابلوا بئر يملى ميه يتوضا، لكن ما كانوش ياخذوا لا زاد ولا زواد لانهم من اهل التجريد. كانوا بيعتبروا ان الاخذ الاشياء دي اعتماد على السبب لا على المسبب. اما اهل الاسباب اللي زي حالاتنا بياخدوا بالاسباب، ياخد معاه سندوتشات وفلوسه وكل حاجه بقى، وياخد معاه زمزميه ويقلب الدنيا معاه علشان لانه كل شويه بيجوع وكل شويه حياه. فربنا سبحانه وتعالى بيعامل اهل التجريد بطريقه ويعامل اهل الاسباب طريقه سبحانه وتعالى. فهو بيقول كان في بعض اسفاره وكان يسافر يقعد بال3 ايام ما ياكلش ولا يشرب، وبعدين لما يوصل بعد 3 ايام كده يجلس شويه يستريح، يجد ان يطلع له نبات من الارض في الحته اللي جالس فيها فياخده ياكله يكفي ال3 ايام اللي بعده. وكان يظهر لي كل 3 ايام شيء يعني من طعام فكنت اكله واستقل به، يعني وكي يكفيه ال3 ايام. فمضى علي 3 ايام وقتا من الاوقات ولم يظهر شيء فضعفت. بعد 3 ايام كالعاده ما جاش الحاجه اللي بياكلها دي فضعف. وجلست فهتف بي هاتف: ايما احب اليك، سبب او قوه؟ الا احب اليك سبب، يعني تتسبب به، يعني طعام. الناس يقول لك سبوبه دلوقتي بلغه المصريين، يقول لك ايه براحت شغل اصله سبوبه، يعني بيتسبب في الرزق، يعني مش كده برضه؟ فايهما افضل ليك، سبب او قوه؟ ان ربنا يديك قوه بلا سبب.
فقلت القوة، فقمت من وقتي ومشيت 12 يوما لم أذق فيها شيئا ولم أضرب. يبقى واصل 12 يوم لا طعام ولا شراب ولا يبعث. يبقى القوة من الله، الطعام ليس هو سبب القوة، الله يخلق القوة عند تناول الطعام، فقادر أن يخلق القوة بلا طعام سبحانه وتعالى. يعني الطعام سبب عادي للقوة وليس سبب ضروري، خلافا لبعض الفلاسفة. حتى بعض فلاسفة المسلمين قالوا أن العلاقة بين السبب والمسبب علاقة ضرورة، يعني لا تنفك. بعض فلاسفة المسلمين كابن رشد وابن سينا وغيره، لكن الواقع أن العلاقة بين السبب والمسبب علاقة عادية. عادية يعني غالب العادة أنها بتبقى كده، غالب العادة، لكن مش علاقة ضرورية. قد ينفكان، قد تأخذ الدواء المناسب للمرض ولا يحدث إيه الشفاء، وقد تأخذ الطعام المناسب لخلق القوة ولا تحدث القوة بل يحدث المرض، وهذا واقع معروف. وقد لا يأخذ الطعام تماما ويحدث فيه قوة ونشاط دون أن يأخذ أي سبب، لأن الله سبحانه وتعالى قادر أن يخلق الأسباب الأثر بدون مؤثر. وعن المرتعش قال: سمعت الخواص يقول: تهت في البرية أياما، فجاءني شخص وسلم علي وقال لي: تهت؟ فقلت له: نعم. فقال: ألا أدلك على الطريق؟ ومشى بين يدي خطوات ثم غاب عن عيني وإذا أنا على الجادة، يعني على الطريق الصحيح. فبعد ذلك ما تهت ولا أصابني في سفر جوع ولا عطش. يبقى ده من كمال رعاية الله له، تهت الصحراء وقاعد تايه، ربنا بعت له إما ملك أو رجل صالح ولي أو شيء من هذا في صورة إنسان يؤنسه ودله على الطريق بأقل خطوات ممكنة. يبقى طوله الأرض كمان، مش قاعد ماشي مثلا أيام طويلة لحد ما يوصل للطريق، لا، طوله الأرض ودله وأعانه. ثم بعد ذلك يقول: ما تهت بعد ذلك ولا أصابه في سفره جوع ولا عطش. سمعت محمد بن عبد الله الصوفي يقول: سمعت عمر بن يحيى الأردبيلي يقول: سمعت الرقي يقول: سمعت ابن الجلاء يقول لي: لما مات أبي ضحك على المغتسل، يعني تبسم كده وهو بيغسلوه، لو بيتبسم فلم يكثر أحد يغسله، ما حدش إيه، كل واحد يجي يغسله يلاقيه مبتسم كده يخاف، يقول الراجل صح. وقالوا إنه حي حتى جاء واحد من أقرانه وغسله، لحد ما جاء واحد بقى إيه، هو عارفه كان من أهل من أصدقائي، هو اللي استطاع أن يغسله. وهذا فيها يعني إكرام له ببيان حسن خاتمته. ومعلوم أن الإنسان عند وفاته وخروج الروح ربنا بيكشف له عن مقامه أو شيء من هذا، فبيحصل استبشار وبشرة عند على وجهه، فتخرج الروح في حالة استبشار الوجه. وإن كان بعضهم تكلم بعد وفاته، كبعض الصحابة تكلم بعد وفاته وقال: الرسول حق والدين حق مثلا، ثم غسلوه بعد ذلك، هو بيغسلوه، حدث ذلك في بعض الصحابة وكذلك بعض الأولياء. سمعت محمد بن أحمد التميمي يقول: سمعت عبد الله بن علي يقول: سمعت طلحة القصائري يقول: سمعت المنيحي صاحب سهل بن عبد الله، سهل بن عبد الله التستري، يقول: كان سهل يصبر عن الطعام 70 يوما. يبقى ربنا كان بيخلق فيه قوة الآكل الشارب 70 يوم بدون طعام ولا شراب، دي برضو كرامة كبيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يواصل أيام، حتى انه لما اراد الصحابة ان هم يعني يقتدوا به في الوصال نهاهم عن ذلك، فلما ابى بعضهم تركهم يوصلوا، ووصل يوم واثنين وجت ثالث جرى رمضان، فقال: والله لولا ذلك لكنت ايه وصلت، حتى يعني يعلم المتمتعون انهم لا يستطيعون. يعني النبي كان ممكن يقعد كده شهور لانه كان يبيت عند ربي يطعمه ويسقيه صلى الله عليه وسلم، الا انه كان ياكل قياما بحقوق الايه البشريه والعبوديه، فكان يقول: اكل كما ياكل العبد واشرب كما يشرب العبد صلى الله عليه وسلم، تعبدا وبيانا لضعف البشريه حتى يقوي ربه سبحانه وتعالى. لكن هناك من الاولياء من كفاهم الله مؤنه هذا اكراما لهم، لانه لا يقتدى بهم. لكن لو كان النبي اظهر ذلك كان يرهق غيره، لان النبي جعل ليقتدى به،
أما الولي فلا يقتدى به أصلا في مثل هذه الأمور التي جاء الشرع بخلافها، وهو كان لا يفعلها تكلفا ولكن كان يفعلها بالتجربة، بكثرة التجارب مع نفسه يجد نفسه أنه مش محتاج لطعام ولا شراب، هو نفسه كده. درجة أن كان سيدنا سهل مشهور عنه أنه كان يضعف، يعني لما كان يأكل يضعف يبقى نشيط، بقى له ياما كلش يجي ياكل يضعف وينام ويتعب لانه بيخرج عن عادته. كان سهل يصبر عن الطعام 70 يوما، وكان اذا اكل ضعف واذا جاع قوي. وكان ابو عبيد البصري اذا كان اول شهر رمضان يدخل بيتا ويقول لامرأته طيني علي الباب، يعني تقفل عليه الباب تطينه، يعني كمان ما يخرجش اول ما يجي رمضان، والقي الي كل ليله من القوة رغيفا، وكل ليله بس ارمي لي من الفتحه دي رغيف. فاذا كان يوم العيد فتح الباب ودخلت امراته البيت فاذا 30 رغيفا في زاويه البيت، فلا اكل ولا شرب ولا نام وفاتته ركعه من الصلاه ولا توضا، يعني كمان لا كان لا يبول ولا يطلع منه ريح ولا بينام، ما بيعملش نواقض وضوء 30 يوم وضوء معافل عليه الحب. كرم من كرامات الله يفعل بها ما يشاء لعباده سبحانه وتعالى. الطب يقول لك مستحيل ده لازم يموت من زمان، ايه اللي لازمينها يعني؟ ما ربنا سبحانه وتعالى بيحيي العظام وهي رميم، يخلق من عدم، يعني قدرة الله لا يحدها حد. اهل الكهف مثلا بس كانوا نايمين منقود وضوءهم لكن ده بقى في يقظه. هو اصل في مقام يسموه مقام القيوميه، لما ربنا سبحانه وتعالى يتجلى على وليه بمقام القيوميه فلا ينام، ما يجلوش نوم خالص، مش محتاج نوم، يقوم يبقى سهران على طول ومش حاسس بتعب ولا حاسس بارهاق، وبعدين كمان لا يشعر باحتياج لشيء اخر، خلاص بقى بالله، مش بقى بالطعام ولا بالشراب ولا بالسبب، لا ده بقى بالله، بقى عبد بالله، مش بالطعام ولا بالشراب ولا بالهواء ولا بالحاجه، خلاص بقى بالله. ده مقام اسمه مقام قيوميه. ففي بعض الاولياء ربنا سبحانه وتعالى بيمن عليهم بهذه الصوره لبيان بس كمال فضله بعباده سبحانه وتعالى. ما هي دي في حد ذاتها كرامه طبعا. انه هو خرج، ما احنا بنتكلم في باب الكرامات، احنا الباب بتاع النهارده كله ده كرامات. وقال ابو الحارث الاولاشي: مكثت 30 سنة ما يسمع لساني الا من سري، يعني ما يتكلمش بلسانه الا اللي في قلبه، ما يتكلمش خلاف ما في قلبه، ربنا يديله المعنى في قلبه فينطق. فمكثت 30 سنة لا يسمع سري الا من ربي. يبقى 30 سنة كان متقلبا في الاحوال تخليا وتحليا، اي تخليا من الاخلاق الذميمة وتحليا بالاخلاق والافعال الجليلة، فكان يتكلم ويصف احواله وترقيه في هذه الحال دون تكلف 30 عاما. ثم بعد ذلك جاء وقت التجلي من الله، فصار بعد ذلك 30 عاما لا يتكلم الا بما يلقيه ربه في سره تجليا. يبقى بيمر بمراحل التخلي فالتجلي فالتحلي، مراحل التخلي فالتحلي فالتجلي، لان انت نفسك بربك بيقول ايه: واتقوا الله ويعلمكم الله. واتقوا الله ايه؟ بطاعته، وطاعة الله معناه تبعد عن معاصيه ادي التخلي، وتتحلى بطاعته ادي التحلي. فيعلمكم الله يعني يتجلى، يعني الحاجات دي كلها واردة في القرآن اهو، مش متأليف من عندنا، مش يقول لك واتقوا الله، والتقوى تكون بالتخلي والتحلي، يعني بالطاعة والبعد عن المعصية، مش كده برضو؟ فيحصل ايه ثمرة الحكاية دي؟ يعلمكم الله، ادي التجلي يجي بقى، يقوم ربك سبحانه وتعالى يتجلى على عبده. ومن عمل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه: من عمل بما علم اورثه الله علم ما لم يعلم، اورثه الله علم ما لم يعلم، يعني يتجلى عليه بمعان ويفيد عليه باسرار سبحانه وتعالى. حدثنا محمد بن عبد الله الصوفي قال حدثنا ابو الحسين غلام شعوانه قال سمعت علي بن سالم يقول: كان سهل بن عبد الله اصابته زمانه في اخر عمره، يعني جات له شيخوخه في اخر عمره
زمانه يعني شيخوك عجز بسبب السن الكبير، ده ما يقدرش يقوم ولا يتحرك الا بمساعد كده يساعده، زي ما بنشوف الانسان كبر في سنه فيصيبه امراض الشيخوخه تركبه. فكان اذا حضر وقت الصلاه انتشرت يداه ورجلاه، اول ما يجي وقت الصلاه يقدر يتحرك ويقوم يتوضا ويصلي صلاه كامله، تخلص الصلاه يرجع تاني عاجز ما يعرفش يقوم. ده اكرام له، ان ربنا سبحانه وتعالى بيكرمه في زمانته وفي عجزه بان يقوم بالعباده على الوجه الاكمل. فاذا فرغ من الفرض عاد الى حال الزمانه، واول ما يخلص الفرض يرجع لمكانه. انا شفت الشيخ الحافظ التجاني كده، انا شخصيا شفت الشيخ الحافظ التجاني سنه 76 77 78 شفته كده، كان لا يستطيع ان يقوم منفردا، لازم اثنين على كل جنب يقوموه، وبعدين يجيبوه في الصف يوقفوه في صلاه العشاء، كنا نصلي مع العشاء كل يوم جمعه، يجيبوه يوقفوه في الصف جنبنا، وبعدين يسيبوه يقفوا جنبه يصلوا الاربع ركعات، يقوم ويصلي تمام، يخلص صلاه يسلم يروحوا ساندينه ثاني يقوموه، ما يقدرش يقوم. وظل هكذا الى ان دخل في الغيبوبه سنه 78 وتوفاه الله رحمه الله. يعني حاجات بنشوفها موجوده. وحكي عن ابي عمران الواسطي قال: انكسرت السفينه وبقيت انا وامراتي على لوح، وقد ولدت في تلك الحاله صبيه. يعني شوف بقى كرب، يعني العبارات بتاعت زمان برضو كانت بتغرق اهو، مش عبرت يعني اللي انا فيهم اسوه. فربنا ينجينا. فالمهم كان راكب سفينه ومراته كانت حامل، غرقت السفينه اتبقى له خشب قعد عليه هو ومراته. مراته ولدت كمان في الوضع على لوح الخشب ده. وجابت له ايه؟ عيله صغيره. فصاحت بي وقالت لي: يقتلني العطش. مراته بقى والده وتعبانه وفي بحر مالح. تقول له: عطشانه ميته من العطش. فقلت: هو ده يرى حالنا، على ربنا يعني، هو ربنا معانا يرى حالنا. فرفعت رأسي فإذا رجل في الهواء وفي يدي سلسلة من ذهب وفيها كوز من ياقوت أحمر، وقال: هاك اشربه. قالوا كده واحد من السماء من الهواء كده ربنا بعته له، ملك في صورة رجل أو رجل صالح في صورة ولي، كان في بعض الأولياء تركب الهواء كده. قال: فأخذت الكوز وشربنا منه، فإذا هو أطيب من المسك وأبرد من الثلج وأحلى من العسل. فقلت: من أنت رحمك الله؟ فقال: عبد لمولاك. فقلت: بما وصلت إلى هذا؟ فقال: تركت هواي لمرضاته فأجلسني في الهواء ثم غاب عني ولم أره. وأخبرنا محمد بن عبد الله الصوفي قال: حدثنا بكران بن أحمد الجيلي قال: سمعت يوسف بن الحسين يقول: سمعت ذنون المصري يقول: رأيت شابا عند الكعبة يكثر الركوع والسجود. سيدنا ذنون المصري بيقول شاف شاب في الكعبة طول ما هو قاعد بيصلي، ما بيعملش أي حاجة، خلص صلاة يدخل في صلاة، خلص صلاة يدخل في صلاة، ما بيعملش إلا كده. فدنوت منه وقلت: إنك تكثر الصلاة. فقال: أنتظر الإذن من ربي في الانصراف. قال له: أنا متعود مع ربنا إن أنا أفضل أصلي كده لحد ما يبعت لي إذن يقول لي كده كويس، خلاص غفرت لك، روح. يروح مروح. قال: فرأيت رقعة سقطت عليه مكتوب فيها: من العزيز الغفور إلى عبد الصادق، انصرف مغفورا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فأول ما نزلت الرقعة دي من على ظهر الكعبة خدها وانصرف ومشي. دي كلها إكرام لله عز وجل. وبعدين يبين لك إن أولياء الله في كل الأعمار، مش شرط يبقى راجل شيخ عجوز، يعني ممكن يبقى شاب صغير ولي. وأنت عارف برضو قصة الصبي بتاع الخندق، عارف انت الصبي الغلام؟ لا، الغلام بتاع الخندق اللي هو قال له: لا تقتلني الا اذا قل باسم رب الغلام، مش كده برضو؟ قال له: لا تقتلني الا اذا قلت باسم رب الغلام. حاول يقتله ما عرفش يقتله، جاب له كل جنوده مش عارفين، وهو كان غلام صغير. فلما قتله قال باسم رب الغلام، كل القريه اسلمت وامنت برب الغلام. فالراجل عمل الخندق وحرقهم، اللي هي نزلت ايه؟ اصحاب الاخدود، مش كده برضه؟ فيبقى ممكن الوالي يبقى غلام صغير، ممكن يبقى صبي، ممكن يبقى شاب، ممكن يبقى عجوز، يعني كل الاعمار. يعني الولايه ليست لها سن معين، لان ده فضل الله يؤتيه من يشاء، ما لا يشترك. سيدنا يحيى اوتي النبوه صبيا وهو في بطن امه
مش كده برضو النبوة في بعد النبوة يعني فضل الله يؤتيه من يشاء. وقال بعضهم كنت بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده، نسأل الله أن يستر لنا حج بيته الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام. كنت بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده مع جماعة نتجارى الآيات، يعني قاعدين بيخصوا الآيات يعني الكرامات، يعني زي ما تقول قاعدين في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مجموعة كده من المسلمين بيتكلموا في الكرامات اللي بتحصل لبعض الناس الأولياء يعني. ورجل ضرير بالقرب منا يسمع، وكان في رجل قاعد جنبه كده ضرير أعمى يعني وبيسمعهم هما بيتكلموا في كرامات الأولياء. فتقدم إلينا وقال أنست بكلامكم، قال لهم أنا والله يعني خدني أنس بكلامكم وأنا عايز إيه أحكي لكم حاجة. واعلموا أنه كان لي صبية وعيال وكنت أخرج إلى البقيع أحتطب، فخرجت يوما فرأيت شابا عليه قميص كتان ونعله في إصبعه، فتوهمت أنه تائه فقصدته أسلب ثوبه، يعني يسرق إيه الثوب منه. كان هو عنده صبية وعياله بيروح يحتطب من البقيع، بقيع المدينة بيجيب حطب ويبيعه، وكان أحيانا يسرق، يعني راجل كده ماشي إيه مصرف على نفسه. فشاف واحد في البقيع إيه ماسك ثوبه على إيده وماسك نعله وماشي، فافتكر انه تائه وغريب، فقال والله فرصة اما اروح اسرق منه الثوب بتاعه. فقلت له انزع ما عليك اقلع ثوبك، فقال سر في حفظ الله، يعني توكل على الله ابعد عني، سر في حفظ الله يعني ابعد عني بقى توكل على الله احنا اصطبحنا. فقلت الثانية والثالثة، يقول له لا لازم اخلع ثوبك يا عم، امشي يا عم توكل على الله يا عم، الله يهديك ابعد عني مفيش فايده. فقال لابد، شوف لابد لازم تقل. فقلت لابد، فاشار من بعيد باصبعه الى عيني فسقطتها عشان ما يشوفش عورته. قال له لابد يعني مصمم، هو مش عايز يقلع عشان ما تتكشفش عورته قدام. فقال له انت مصمم؟ قال له هو مصمم. فراح مشاور على عينيه فسقطت وراح قلع ثوبه عشان ما يشوفش عورته، ومن ساعتها بقى ضرير. فأشار من بعيد بإصبعه إلى عيني فسقطتا، فقلت بالله عليك من أنت؟ فقال إبراهيم الخواص. يعني الواحد ساعات يبقى مصمم على حاجة فيها أجله، مش كده برضو؟ يا رب عايز عربية دلوقتي، عربية دلوقتي يا رب، يوم يجيب له عربية يروح بيها مشوار يعمل حتى يموت. طب ما أنت كنت حلو واقف على محطة الأوتوبيس، جرى لك إيه يعني؟ عملت إيه أنت بالعربية؟ كنت كويس وبتركب ساعات الحمارة وبتركب ساعات الدنيا ماشية معاه. يعني الواحد ما فيش داعي يختار على ربه ويتعجل ويقل أدبه مع خلق الله ومع ربه، فهمت ازاي؟ ادي كل الحكاية. وبعدين يجي تحصل انك بتقل أدبك على احد خلق الله يطلع ولي من الاولية، تلاقي شغلانة بقى مش سهل. من عاد لي وليا فقد أزمته بالحرب، واولياء الله كده مستخبين في وسط الامة، ممكن تلاقيهم ماشيين في الشارع وقاعدين على القهوة وبيكنس الشارع وفي الاوتوبيس وفي اي حته ما تعرفش وقال الله ده فين ده. كلهم كل امه النبي اعتبرها اولياء لانهم مستخبين الاولياء فيهم، مش كده برضو؟ عشان تحترم كل الامه. وقال ذو النون المصري كنت وقتا في السفينه فسرقت قطيفه، يعني كان راكب سفينه بيسافروا بالسفن زمان، فسرقت الظاهر قطيفه في السفينه، واحد معاه قطيفه كده بيفرشها غاليه من ضمن الركاب، فبيدور عليها ما لقاش اتسرقت، فبيفتشوا الركاب ده حد فيهم هو اللي خد. سرقت قطيفه فاتهموا بها رجلا، وكان في راجل كده شاب كده نايم فاتهموه قالوا انت اللي خدتها. فقلت دعوه حتى ارفق به، قال لهم طب سيبوه هم ايه شاوروا على الجرع اللي هناك ده، قالوا هو اللي نايم ده اللي خد. فقام سيدنا ذو النون المصري قال لهم طب سيبوني انا اتفاهم انا معاه، اكلمه انا برفق كده واطلعها منه بالراحه، مفيش داعي الفضايح. واذا الشاب نائم في عباء، واذا الشاب نائم ملفوف في عبايه، فاخرج راسه من العباء فقال له ذو النون في ذلك المعنى، قالوا له اهل السفينه بيتهموك ان القطيفه اللي ضاعت دي انت اللي خدتها، اطلع بيها كده في السر كده مفيش داعي للفضايح وانا حدافع عنك ما يهمكش، يعني بياخده بالراحه. فقال الي تقول ذلك؟ ده انا وش كلام من ده؟ تطلعني حرامي؟ انا يتقال لي الكلام ده؟
اقسمت عليك يا ربي الا تدع واحدا من الحيتان الا جاء بجوهرة. الشاب قال كده هم راكبين البحر، قال يا ربي اقسمت عليك الا تدع حوت من الحيتان اللي في البحر الا يطلع لي بجوهرة كده واحنا في السفينة. فقال فرأينا وجه الماء حيتانا في افواههم جواهر. بص لقوا حوالين السفينة كل الحيتان طالعة وفتحة وبقى فيها جواهر. ثم ألقى الفتى نفسه في البحر ومر إلى الساحل، يعني مشي على المية. طلع ولد قال له بقى أنا لو أطلب من ربنا يجيب لي جواهر البحر كلها هاخدها، هاخد أنا عطيفة، أنا برضو بتاع عطيفة. وراح نط من السفينة ومشي على المية وروح. وحكي عن إبراهيم الخواص قال: دخلت البادية مرة فرأيت نصرانيا على وسطه زنار. انت عارف انت النصارى يلفوا على وسطهم كده حبل كده ويدلدلوه، بتشوف انت بعض القساوسه والرهبان يعملوا الحكايه يسموه الزنار، علامه الايه الرهبنه يعني او حاجه كده. وكانوا زمان بيفرضوا في ايام الجزيه ان اي نصراني يمشي في مصر في بلاد المسلمين اللي فيها الجزيه بالزنار ده علشان تبقى علامه نعرف ان ده نصراني، نحسن اليه اولا، ثانيا نعرف انه مش من ديننا ونحسن اليه، لان عادة المسلمين يحسنوا لايه لاهل الذمة عموما، والرسول اوصانا به، ولو لم نحسن اليه ما كانوش عاشوا معانا القرون دي كلها، يعني لحد ما لغينا احنا العهود الذمة دي كان اهل الذمة عايشين في وسط المسلمين بامان. المهم دخلت البادية مرة فرأيت نصرانيا على وسطه زنار فسألني الصحبة، فمشينا سبعة ايام. قال له طب ممكن اسافر معاك اصاحبك يعني وامشي معاك في السفر؟ فمشوا سبعة ايام لا ياكل ولا يشرب، هو ماشي معاه صبر الراجل النصراني، سيدنا ابراهيم الخواصي متعود على كده. فقال لي يا راهب الحنيفية هات ما عندك من الانبساط، يعني بسطنا بقى شوية عايزين نشرب حاجة نبل رئنا نعمل اي حاجة بعد سبعة ايام. فقد جعنا، فقلت الهي لا تفضحني مع هذا الكافر، فرأيت طبقا عليه خبز وشواء ورطب وكوز ماء. ربنا طلع له كده طبق عليه الحاجات دي لما دعا، ما هو مش عايز يتكسف قدام الجدع المسيحي ده. فأكلنا وشربنا ومشينا سبعة أيام، بعدها برضه ما كلوش ولا شرب. ثم بادرت وقلت يا راهب النصارى هات ما عندك، فقد انتهت النوبة إليك، أنت اللي عليك الدور بقى، أكلنا بقى ورينا. فاتكأ على عصاه ودعا، فإذا بطبقين مش طبق واحد بقى، يعني هو لما دعا قالوا طبق واحد، فقال للنصراني يلا عليك الدور بعد سنة. فراح داعي الرجل النصراني، فبص لا قالوا طبقين عليهما اضعاف ما كان على طبق. قال فتحيرت وغيرت، اتقبض ده الكافر يحصل له كده واحنا اللي ماشيين على الطريق المستقيم يحصل لنا كده، وابيت ان اكل، ما رضاش ياكل نفسه تسدد، فالح علي فلم اجبه. فقال كل فاني ابشرك ببشارتين، احداهما اني اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، وحل الزنار وراح فك الزنار، والاخرى اني قلت لما قلت لي ادعي وهات، فانا قلت ايه في الدعاء؟ اللهم ان كان لهذا العبد خطر عندك فافتح علي بهذا، يعني دعا بيه، دعا بسيدنا ابراهيم. قال له لو كان هذا العبد لي مقام عندك يعني كرمنا بقى وطعمنا. فأكلنا ومشينا وحج وأقمنا بمكة سنة، ثم إنه مات ودفن بالبطحاء. كل دي كرامات لهم كثيرة. وقال محمد بن المبارك الصوري: كنت مع إبراهيم بن آدم في طريق ببيت المقدس، فنزلنا وقت القيلولة تحت شجرة رمان. وقت القيلولة اللي هي يعني وقت الظهر كده، قبل الظهر بحاجات بسيطة كده، من بعد الضحى لحد ما الظهر يدن يسموه وقت القيلولة. فناموا تحت شجرة ايه رمان، فصلينا ركعات، فسمعت صوتا من اصل الرمان. ده محمد بن البرك السوري كان مع ابراهيم بن ادم، فبيقول واحنا بعد ما صلينا وقعدنا سمع صوت طالع من جوه الرمان من اصل الرمان: يا ابا اسحاق اكرمنا بان تأكل منا شيئا. بينادوا على سيدنا ابراهيم بن ادم، الرمان نفسها بتنادي على سيدنا ابراهيم بن ادم بتقول له كرمنا وكل مننا حاجه. فطأطع ابراهيم راسه فقال ثلاث مرات، ثم قال: يا محمد كن شفيعا اليه.
ليتناول منا شيئا. فراحوا قالوا لمحمد ابن المبارك اشفع لنا خلي الرجل ده ياكل عندنا، احنا قلنا له كذا مره مش عايز ياكله، طب اشفع لنا بقى وتحيل عليه شويه خليه ياكل. يعني بقوا يسوقوا عليه اللي معاه. فقلت يا ابا اسحاق لقد سمعت. فقاء واخذ رمانتين فقام، مكتوبة غلط، فقام واخذ رمانتين فاكل واحدة وناولني الاخرى فاكلتها وهي حامضة. طلع رمان حتى ايه يعني ما استواش، لسه حامض لازق كأنه لسه زي الليمون، وكانت شجرة قصيرة. فلما كلوا مشيوا ورجعوا بعد كده من رحلتهم مروا تاني بعد عدة شهور بالشجرة نفسها. فلما رجعنا مررنا بها فاذا هي شجرة عالية ورمانها حلو وهي تثمر في كل عام مرتين، وسموها رمانة العابدين ويأوي الى ظلها العابد الى ظلها العابدون. طبعا فيها كرامة ان ربنا سبحانه وتعالى اسمعهم صوت الرمان، دي كرامة لحد ذاتها. ثانيا بين لك ان حتى النباتات والمخلوقات بتشعر بالصالحين، ربنا بيجعل فيها شعور تشعر بالصالحين. وانت عارف ان سيدنا رسول الله ما كانش يجلس تحت شجرة الا ويجي فروحها حوالين النبي صلى الله عليه وسلم عشان تظلل، يعني يتغير اتجاه فروع الشجرة لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم يقوم فترجع فروعها كما كان، وكان النبي يشير الى الشجرة فتأتيه. يعني دل على ان هذه الاشياء ربنا بيخلق فيها شعور بتشعر بهذا. ثم بعد ذلك البركة التي حدثت بالمكان الذي اووا فيه. سمعت محمد بن عبد الله الصوفي يقول سمعت محمد بن الفرحان يقول سمعت الجنيدي يقول سمعت ابا جعفر الخصاف يقول حدثني جابر الرحبي قال اكثر اهل الرحبة علي الانكار في باب الكرامات. يعني جابر الرحبي كان قاعد في حتة اسمها الرحبة، منطقة كده يعني في يمكن في العراق جنب بغداد او شيء، وكانوا بيقولوا ان في كرامات للاولياء. فالمنطقة اهل المنطقة بيقولوا لا كرامات ايه الحاجات دي مش معقولة، بقى معقولة في كرامات؟ فاكثروا عليه الكلام ده في انكار الكرامات. فركبت السبع يوما ودخلت الرحبة، راح جاب له راح جالهم ودخل عليهم وركب اسد. وقلت اين الذين يكذبون اولياء الله؟ قال فكفوا بعد ذلك عنه. لما لو دخل عليهم وركب اسد سكتوا بقى. سمعت منصورا المغربي يقول راى بعضهم الخضر عليه السلام فقال له هل رايت فوقك احدا؟ الخضر سيدنا الخضر يعني كثير من العلماء يقولون انه ما زال حيا وانه يقابل الاولياء في احوال كثيره، وان كثير من الاولياء التقوا به. حتى في العصر بتاعنا كان الشيخ صالح الجعفري بيقول انه التقى به، وكثير من الاولياء يقولون انهم التقوا به، منهم سيدنا ابراهيم بن ادم وغيره وغيره. سيدنا عبد الله الصديق الغماري له راي، لان المحدثين عندهم ان الخضر مات. اهل التصوف عندهم ان الخضر حي لانهم بيشوفوا فعلا كل فتره واحد ولي يقول لهم انا الخضر. هيكذبوا عينيهم بقى؟ يقول لك لا الخضر حي احنا قابلناه. ازاي تولي بقى ما ماتش؟ عشان كده الصوفيه. فالسيد عبد الله الصديق الغماري مراعاة للمذهبين قال ربما يكون هناك مقام يسمى المقام الخضري للولي، فربنا يمثل له مقامه في صورة انسان يسمى الخضر فيحل له اشكال او يعينه بإعانة معينة ثم ينصرف ويختفي، لان في حاجة اسمها عالم المثال تتمثل لها بشرا سوية اللي يسموه عالم المثال. فهو السيد عبد الله الصديق الغماري له رأي متوسط بين الرأيين بحيث لا يكذب الاولياء ولا يكذب اهل الحديث. بيقول الخضر بتاع سيدنا موسى ده مات خلاص، لكن الخضر اللي بيقابلوه الاولياء ده مقامهم، ربنا يمثله لهم في صورة رجل زي ما يوم القيامة كده زي ما الانسان يدخل قبره يقوم يأتي عمله في صورة رجل صالح حسن الهيئة يقول له ايه انا عملك يؤنس، مش كده برضه وردت الاحاديث بكده، يعني عملك ربنا يمثله في صورة انسان عملك في القبر، وارد حديث كده. يبقى السيد عبد الله الصديق الغماري التمس معنى من هذا الحديث اللي هو ان العمل بيتمثل والعرب يتمثل في صورة جسم، ان برضو المقام وهو عرب مقام الانسان مع ربه هو عرب يتمثل في صورة جسم يسمى الخضر يكلمه فيحل له اشكال. كويس؟
ده رأيي برضو يعني وجيه، مش ما يعني ما يضايقش. عشان لو قابلت واحد تقول له سيدنا خضر موسى لحد دلوقتي عايش، يمكن يعني يزعل منك. مع ان يعني يعني البقاء وقت فترة الدنيا عملية يعني مش كرامة كبيرة. يعني ابليس وهو الرجيم اللي هو ربنا غضبان عليه قال له انظرني الى يوم يبعثون، قال له خليك قاعد ان شاء الله تخلل. ومع عدم ايام سيدنا ادم لحد دلوقتي، لحد ما تقوم القيامة، مش كده برضو؟ فابليس يعني واخدها يعني، يعني انت مستكبرها في اللي بعض الاولياء. ما عرض هذا الامر على نبينا صلى الله عليه وسلم فاختار الرفيق الاعلى، مش عرض عليه ان يبقى مدة الدنيا. يعني فالحكاية سهلة يعني. يعني انا قصدي ان حتى لو كان خار موسى ما زال حيا يعني عملية مش مزعجة يعني، او فعملية يعني مش مزعجة. لكن اللي عنده مزعجة نجاوب له باجابة سيدنا سيد عبد الله، عشان كمان ايه ما تزعجوش، ما هو خاطبه الناس على قدر عقوله، مش كده برضه؟ سهلة يعني. سيدنا الخضر هل هو نبي ام ولي؟ يعني فيها خلاف. الرجح عندنا انه نبي، الرجح عندنا انه نبي، ولكن في بعض العلماء قال انه ولي من الاولياء. واحنا راينا انه نبي ليه؟ لانه قتل الغلام، والقتل لا يكون بالالهام، الولي يلهم لا يوحى اليه، لكن النبي يوحى اليه. لا يقتل بالهام لكن يقتل بوحي، وهو قتل الغلام فلا بد ان يكون وحيا، لان الالهام قد يقتل اما الوحي فلا يقتل. يبقى طالما بيوحى اليه لانه قتل. لان لو انت كده جالك الهام كده وانت راجل صالح طيب كده انك انت تقتل ابنك، تصحى تقتله؟ سيدنا ابراهيم لما شاف في الرؤيا انه بيذبح ابنه قام ذبح، مش كده برضه؟ لان رؤيا الانبياء وحي لا تخطئ. لكن انت لو شفت رؤيا انك بتذبح ابنك تصحى الصبح تذبحه، يقبضوا عليك يبهدلوك، صح ولا لا؟ لان الولي قد يخطئ في تاويل الرؤيا وقد يخطئ في الهام، انما النبي لا، النبي يوحى اليه ومفيش خطا في الوحي. الخضر قتل الغلام مش كده برضه؟ والقتل لا يكون بالهام، يبقى يوحى اليه، يبقى نبي. شفت بقى الدليل بتاعنا؟ ادي دليلنا على ان الخضر نبي يعني. قد يخطئ الولي في الهامه وقد لا يخطئ. ما هو قد دي ما تحتمل الاثنين يعني. احنا بنقول قد دي يعني ايه يعني يا سيدي؟ هو احنا دلوقتي في حضانه؟ اما لو قد يخطئ في الهامه يعني قد يصيب برضه، مش كده برضه؟ والاحتمال الخطا ما يعملش ايه بالرؤيه ان كانت مخالفه للشرع. لوجود احتمال الخطا ما يعملش ان كانت مخالفه للشرع. واضح الكلام؟ يعني واحد شاف رؤيه مخالفه للشرع ما يعملش بيها، لانه قد يخطئ في الهامه وفي رؤياه لانه مش نبي. واضح الكلام؟ لكن لو شاف رؤيه موافقه للشرع يعمل بيها، وساعتها ما بيعملش بالرؤيه، بيعمل بمقتضى الشرع لانها موافقه للشرع. فالحكايه سهله. المهم يعني ان سيدنا الخضر هنا بيقول سمعت منصورا المغربي يقول راى بعضهم الخضر عليه السلام فقال لو هل رايت فوقك احد، بيسال سيدنا الخضر بيقول في واحد مقامه اعلى منك؟ شفت واحد مقامه اعلى منك يعني؟ فقال نعم، كان عبد الرزاق بن همام يروي الاحاديث بالمدينه والناس حوله يستمعون، فرايت شابا بالبعد منهم راسه على ركبتيه، يعني نايم كده وحاطط راسه على ركبتيه، فقلت له يا هذا عبد الرزاق يروي احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما لا تسمع منه؟ فقال انه يروي عن ميت وانا لست بغائب عن الله. يعني اللي بيروي عنهم دول رواه ماتوا خلاص، لكن انا لست بغائب عن الحي. فقلت ان كنت كما تقول فمن انا؟ طب لو انت بقى زي ما بتقول كده طب مين انا؟ فرفع راسه وقال انت اخي ابو العباس الخضر، فعلمت ان لله عبادا لم اعرفه. وقيل كان لابراهيم ابن ادهم صاحب يقال له يحيى، اللي هو يحيى بن سعيد يعني، يتعبد في غرفه ليس اليها سلم ولا درج. يعني كان بيقعد في غرفه كده عاليه لا ليها سلم خشب ولا ليها سلم درجات. فكان اذا اراد ان يتطهر يجيء الى باب الغرفه ويقول لا حول ولا قوه الا بالله، ويمر في الهواء كانه طير، ثم يتطهر، فإذا فرغ يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ويعود إلى غرفته. أخبرنا محمد بن عبد الله الصوفي قال سمعت عمر بن محمد بن أحمد الشيرازي بالبصرة قال سمعت أبا محمد جعفر الحذاء بشيراز قال كنت أتأدب بأبي عمر الاستخري، فكان إذا خطر لي خاطر أخرج إلى استخر، فربما أجابني عما أحتاج إليه من غير أن أسأله، وربما سألته فأجابني.
يعني ده كان قاعد في مدينة شيراز وشيخه في مدينة اسمها الصخر بعيد عنه، كان يفضل قاعد في بلده ولما يحصل له حاجة عايز يستفسر معنا يسافر لشيخه، فلما يوصل لشيخه احيانا شيخه يجاوب له من غير ما يسأله واحيانا يسأله فيجاوب له. ثم شغلت عن الذهاب، وبعد كده جاله شغل ما بقاش يقدر يسافر لشيخه تاني، فكان اذا خطر على سري مسألة اجابني من الصخر فيخاطبني بما يرد علي، كان يجاوبني بما يرد علي كده. في مشايخ كده، في مشايخ كده تجاوبك من بعد، وبتحصل بتحصل. حصلت معايا انا، حصلت معايا انا مع شيخ السيد عبد الله الصديق الغوري، كان في طنجة في المغرب وانا هنا في القاهرة سنة 86 او 87، وكنت بمتحن دكتوراه في القصر العيني. فجاء اول مرة، هم طبيعتهم في الدكتوراه في الجراحة ما ينجحوش الجراحة، السيد عبد الله قال لي استمر وادخل الامتحان تاني اصبر، فرحت داخل تاني مره ما نجحونيش. جيت تاني مره بقى ما رضيتش اطلب الشيخ، لا يقول لي ادخل تاني، وانا زهقت عايز افلت انا واسافر اعمل لي اي حاجه بقى، فما رضيتش اطلب السيد عبد الله علشان ما يقوليش ادخل تاني. فبانت النتيجه اليوم ده، وكانت صلاه العشاء، وكان السيد عبد الله كان قايل لي كتاب حكم ابن عطاء الله ده واظب عليه ده كتاب كويس، فحطت انا كتاب الحكم ده بقاله 5 سنين حطه في المكتبة ما فتحتوش. فرجعت نفس اليوم ده اللي انا قلت مش هكلم الشيخ من صلاة العشاء، قعدت جنب مكتبتي كده لقيت كتاب الحكم محطوط كده، رحت فاتحه فلقيت بيقول لي ايه، لا تخرج نفسك مما اقامك الله فيه حتى يخرجك هو منه، فان اخرجك اعانك وان اخرجت نفسك وكلك لنفسك. فلقيت الشيخ بيكلمني، اي واضحة ايه من على بعد، ما رضيتش اكلمه هو اللي كلمني. شفت بتحصل، يعني بتحصل كتير. فضلنا مثبتين قاعدين في الامتحان لحد ما نجحت وخلصت. فالحكايه يعني واضحه، يعني بتحصل، في الحاجات دي تحصل في كل زمن وفي كل مكان، عمليه ما تستبعدهاش سهله. وحكي عن بعضهم قال مات فقير في بيت مظلم، فلما اردنا غسله تكلفنا طلب سراج، يعني كان في ميت في حته ضلمه، فقعدوا بيدوروا على زيت وعلى شمعه وعلى حاجه ينوروها، فوقع من قوه ضوء، فهم بيدوروا بس لا ايه فتحه كده دخل منها نور، فاضاء البيت فغسلناه، فلما فرغنا ذهب الضوء كانه لم يكن، ربنا نورها لهم لحد ما غسلوا الراجل وبعدين اختفى. وعن انس بن ابي اياس قال كنا بعسقلان وشاب يغشانا ويجالسنا ويتحدث معنا، عسقلان مدينة تبع فلسطين الوقت ربنا يحررها، فإذا فرغنا قام إلى الصلاة يصلي، قال فودعنا يوما وقال أريد الإسكندرية. الشاب ده بعد ما قعد معهم عدة أيام قال لهم إيه، ودعهم وقال لهم أنا مسافر الإسكندرية، فخرجت معه وناولته دريهمات فأبى أن يأخذها، فألححت عليه، فألح عليه أنه يأخذ الفلوس دي اللي بيديها له علشان يستعين بها في سفره يعني. فلما ألح عليه راح ايه حط ايده كده في كف رمل من الرمل في ركوته، حط شويه كف رمل في الركوه كده حطهم، وجاب شويه ميه من ميه البحر المالح حطها على الرمل وقال كله، قال له كل ده رمل عليه ميه ملح، قال له كل. فنظرت فاذا هو سويق بسكر كتير، بس لا ربنا حول له الرمل الى ايه، عارف انت السويق احنا المصريين يقولوا عليه تفتيل، يقولوا عليه ساعات كسكسي، مش كده برضو، تلاقي كده بتاع دقيق بسمن معمول كده مطبوخ بطريقه، حطوا عليه سكر، ساعات حطوا عليه لبن، في مذهبين، مذهب ناس تاكله باللبن، ناس مذهب تاكله بالسكر من غير لبن، والمذهبين جايزين، لكن اهو يعني. المهم لما حط له شويه الرمل وعليهم ميه مالحه قال له كل، طب ياكل لقاهم بالمنظر ده، حاجه اكله طعم مفيش احلى من كده. فقال من كان حاله معه مثل هذا يحتاج الى دراهمك؟ يعني لو انا كده حالي مع ربنا هاخد انا الدراهم دي اعمل بيها ايه؟ اذا كنت انا كل ما بجوع بحط شويه رمل في الركوه وشويه ميه ربنا بيخليها لي اكل حلو، خلاص هصرف فين؟ ثم انشا يقول، وبعدين ابتدى يقول شعر يعني الشاب ده، بحق الهوى يا اهل ودي تفهموا
لسان وجودي بالوجود غريب، حرام على قلب تعرض للهوى يكون لغير الحق فيه نصيب. ولغيره يعني في ناس قالوا كلام شعر مثله: ليس في القلب والفؤاد جميعا موضع فارغ يراه الحبيب، هو سؤلي ومنيتي وسروري، وبه ما حييت عيشي يطيب، وإذا ما استقام حل بقلبي لم أجد غيره لسقمي طبيب. كلام واضح حلو، بس المهم تعيشه. وحكي عن إبراهيم الآجري قال: جاءني يهودي تقاضى علي في دين كان له علي، وأنا قاعد عند الأتون أوقد تحت الآجر. الآجر يعني بتاع الفخار، يعني كان راجل بيشتغل في الفخار، راجل من الأولياء بيصنع الفخار، وكان الظاهر استدان من راجل يهودي خد منه فلوس، هو قاعد قدام الفرن اللي بيحط فيه الفخار بتاعه ده علشان يحرقه بعد ما يبقى بالطين يحرقه يبقى فخار. فقال لي اليهودي: يا إبراهيم أرني آية أسلم عليها. فاليهودي بيكلمه وهو قاعد قدام الفرن بيقول له: وريني كده حاجة علامة تكون سبب ان انا ادخل في الاسلام. فقلت له: تفعل بجد؟ ممكن؟ قال له: اه افعل. فقال: نعم. فقلت: انزع ثوبك. قال له: طب اقلع ثوبك. خد منه العباية بتاعته وخد منه الشال بتاعه، فنزع، فلففته ولففت على ثوبه ثوب على ثوبه ثوبي. راح واخد الثوب بتاعه لفه وراح قالع هو ثوبه ولفه على ثوب الرجل اليهودي، وبعدين راح خلي اللفه دي معاه ودخل الفرن وطلع من الباب التاني. ده مين؟ ابراهيم الاجري عايز يوري له ايه يعني. ثم دخلت الاتون واخرجت الثوب من وسط النار وخرجت من الباب الاخر، فاذا ثيابي بحالها لم يصبها شيء وثيابه في وسطها صارت حراقة. يعني ثوب اللي هو ملفوف جوه اتحرق، وثوب الشيخ ابراهيم الاجري ما اتحرقش ودخل النار وطلع منها سلم. فاسلم اليهودي. ومعلوم ان كان في من الصحابه اللي هو ابو مسلم الخولاني مع ابو الاسود العنسي، مش كده برضه؟ كان مدعي نبوه وكان في بلده، فلما واجهه بانه كذاب قال له: طب وايه دليلك؟ او شيء من هذا يعني. فالمهم احرقه في النار فصارت عليه بردا وسلاما. المعروفه سيدنا ابو مسلم الخولاني حدثت له في عصر سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا ابي بكر الصديق، حتى انه لما رجع ودخل على سيدنا عمر وسيدنا ابو بكر يعني قبله سيدنا عمر وصافحه وقال: الحمد لله الذي جعل في امتي رسول الله من كان على مثل ابراهيم النار تكون بردا وسلاما عليه. يعني حصل كده برضه للصحابه. وقيل كان حبيب العجم يرى بالبصرة يوم التروية ويوم عرفة بعرفات. دي بقى معجزات اللي هي ايه؟ كرامات طي الارض يعني. يبقى في البصرة يوم التروية يعني يوم 8 ذو الحجة في البصرة في العراق، ويوم عرفات لو واقف في جبل عرفات مع الناس اللي بيحبوا. يا سلام، ده ما كانش يحتاج تأشيرة. كويس، ربنا يعافينا من التأشيرة ونحج كل سنة. سمعت محمد بن عبد الله الصوفي يقول: سمعت احمد بن محمد بن عبد الله الفرغاني يقول: تزوج عباس بن المهتدي امراه، فلما كانت ليله الدخول وقع عليه ندامه، فلما اراد الدنو منها زجر عنها فامتنع من وطئها وخرج، فبعد ثلاثه ايام ظهر لها زوج. قال الاستاذ الامام: هذا هو الكرامه على الحقيقه حيث حفظ عليه العلم. يعني سيدنا احمد بن محمد بن عباس بيتكلم على عباس ابن المهتدي، تزوج عباس بن المهتدي امرأة ويوم الدخلة دخلوه عليه، فلما دخل عليها وشافها كده لقى نفسه مقبوض مش عايز يقرب لها، مش عارف ايه السبب، ففضل كده ماشي مع هذا الخاطر مش ما يقرب لهاش، لحد بعد ثلاث ايام بان ان ليها زوج، طلعت متجوزة وكان جوزها غائب فجالها زوج ده. فربنا حفظه عن انه يقع في عقد ايه؟ في عقد فاسد، يسموه عقد فاسد، لانه حتى لو قربها مش حرام شرعا. يعني ربنا سبحانه وتعالى برضه يعفيه في الشرع، لكن انا من باب الكرامه حتى الا يقع في شبهه حتى في الشرع. حتى مجرد شبهه في الشرع ربنا يحفظه. زي الكرامه اللي احنا عارفينها
لسيدنا عبد الله التستوري، كان لما يجي يمد ايده في طعامه يطلع حرام، يقوم ربنا يعمل له عرق في ايده يلاقيه يتهز كده، عرق في ايده يعرف ان الاكل ده حرام ما يحطوش في بقه. كانت بتبقى كرامه برضه، يبقى دي كرامه حفظ من الوقوع في الحرام ولو عند عدم معرفه الحرام. وقيل كان الفضيل بن عياض على جبل من جبال منى فقال: لو ان وليا من اولياء الله تعالى امر هذا الجبل ان يميد لماد، فتحرك الجبل فقال اسكن لم اردك بهذا، فسكن الجبل. يعني خطر في باله بس وهو قاعد على الجبل في منى ايام التشريق، يقول لو كان في ولي من اولياء الله يقول للجبل ده يتهز لا تهز، فبص لا الجبل يتهز، قال له يا اخي مش قصدك، انا مش قصدك انت. فثبت. وده فيها كرامة له، ان ربنا بيبين مقامه له، يعني ربنا بيبين انه هو ولي، ودي برضو اكرام له. ومعروف ان الرسول صلى الله عليه وسلم حدثت له عدة مرات الحكاية دي، جبل احد قال له اثبت احد، فان عليك نبي وصديق وشهيدان، وكذلك في ثور، في جبل ثور. وقال عبد الواحد بن زيد لابي عاصم البصري: كيف صنعت حين طلبك الحجاج؟ كان الحجاج بن يوسف الثقفي كان ظالم، كان بيطلب الناس الصالحين اللي عندهم جرأة في الحق يقتلهم واحد واحد عشان محدش يتكلم ويضايق، ما يحبش معارض هو. فبيسألوا عبد الواحد بن زيد، عبد الواحد بن زيد بيسأل أبي عاصم البصري: لما كان الحجاج في البصرة وطلبك علشان تروح له حصل لك ايه؟ قال: كنت في غرفتي فدقوا علي الباب فدخل، فدفعت بي دفعة فإذا أنا على جبل أبي قبيس بمكة. يقول أول ما دخل ورحت أنا ناطط نطة كده لقيت نفسي في جبل أبي قبيس في مكة، وهو بغرفته في البصرة. فقال له عبد الواحد: من أين كنت تأكل؟ قال: كانت تصعد إلي عجوز كل وقت إفطاري بالرغيفين اللذين كنت أكلهما بالبصرة. كان بيصوم كل يوم، فبيقول كل يوم والله أنا على الجبل تطلع واحدة عجوزة بالرغيفين اللي كنت بأكلهم في البصرة، هم المؤنن بتاعه. فقال عبد الواحد: تلك الدنيا أمرها الله تعالى أن تخدم أبا عاصم، في سورة امرأة عجوز يعني. وقيل كان عامر بن عبد قيس يأخذ عطاءه ولا يستقبله أحد إلا أعطاه شيئا، فكان إذا أتى منزله رمى إليهم بالدراهم فتكون بمقدار ما أخذه لم ينقص شيء. سيدنا عامر بن عبد قيس كان يروح يأخذ المرتب بتاعه وهو ماشي في الطريق، كل واحد يسأله حاجة يديله، ويروح بيته يرمي قدامهم الفلوس يعدوها لوساليم زي ما هي، دي برضو اكرام له. وسمعت ابا عبد الله الشيرازي يقول: سمعت مش الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينقص ماله من صدقة؟ عملها له على الحقيقة. فهمت ازاي؟ انت هنا بتفهمها لا ينقص ماله من صدقة يعني في ايه؟ يعني في الاخرة، يعني ثواب الاخرة ما ينقصوش في الدنيا، لان ربنا خلاها له في الدنيا ظاهرة، يعني خلى له كلام النبي ده ظاهر له في الدنيا، فينفق يتصدق وماله زي ما هو، زي ما ربنا حول برضه: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ حولها للرسول صلى الله عليه وسلم في سورة حس لما جاء بامرأتين من الأنصار صمتا، فقال لهم: أنتوا صمتوا عما أحل الله وأفطرتما على بارتكما، قيئا اتآيوا فقاء لحما عبيطا يعني طريا ودم، اللي هو لحم بارتهم. حول هذا المعنى المعنوي إلى حسي في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني مش يعني الحاجات دي مش صعبه على الله، لا صعبه على الله اصلا، الله على كل شيء قدير، لان الكرامه ليست من الولي هي من الله. سمعت ابا عبد الله الشيرازي يقول: سمعت ابا احمد الكبير يقول: سمعت ابا عبد الله بن خفيف يقول: سمعت ابا عمرو الزجاجي يقول: دخلت على الجنيد وكنت اريد ان اخرج الى الحج. سيدنا الجنيد قاعد في بغداد، ربنا يحررها ويحميها. فدخل على سيدنا الجنيد وقال له: انا مسافر للحج، فاعطاني درهما صحيحا، فاداله درهم سليم كده، فشددته على مئزري، فلم ادخل منزلا الا وجدت فيه رفقاء ولم احتاج الى الدرهم. فطول رحلته طول ما بيسافر كل ما ينزل استراحه يلاقي ناس يعزموا عليه ياكل معاه، لحد ما وصل خلص الحج ورجع ما صرفش الدرهم، فضل الدرهم معاه زي ما هو. فلما حججت ورجعت الى بغداد دخلت على الجنيد وهو داخل عليه فمد يده وقال: هات، فناولته الدرهم، قال له: هات الدرهم اللي اديته. يبقى عنده نوع من الكشف ان هو مش هيحتاجه،
وبركة انه لما اعطاهوله ما احتاجوش. فقال كيف كان؟ فقلت كان الحتم نافذا، يعني كان قدر الله نافذ معايا كل لحظة فيها السلامة والامان. وحكي عن ابي جعفر الاعور قال كنت عند ذي النون المصري فتذاكرنا حديث طاعة الاشياء للاولياء، فقال ذي النون من الطاعة ان اقول لها لهذا السرير يدور في اربع زوايا البيت ثم يرجع الى مكان فيفعل. قال فدار السرير في اربع زوايا البيت وعاد الى مكانه، وكان هناك شاب فاخذ يبكي حتى مات في الوقت. ما تحملش يرى الكرامة. يبقى ربنا كثيرا ما يخفي الكرامات عن اوليائه لعدم تحملهم هم نفسهم ولعدم تحمل اتباعهم، والا هيتجذبوا مخهم هيطير منهم، او بعضهم يقعد كده يموت يجيله سكتة قلبية يتخض. وقيل ان واصلا الاحدب قرأ وفي السماء رزقكم وما توعدون، فقال رزقي في السماء وانا اطلبه في الارض، والله لا طلبته ابدا. فدخل خربة ومكث يومين فلم يظهر له شيء فاشتد عليه. فلما كان اليوم الثالث اذا بدخل من رطب، يعني طبق خوص كده عليه رطب، ثالث يوم جاله. وكان له اخ احسن منه نية فصار معه، فاذا قد صار دخلتين، فلم يزل ذلك حالهما حتى فرق بينهما الموت. يعني قعدوا في حتة خرابة فبقى ربنا يبعت لهم رزقهم كل ما يجوعوا. وقال بعضهم، وانا قلت لك ان الكلام ده بيعملوا مين؟ اهل التجريد. لكن اهل الاسباب لو عمل كده يبقى اساءة ادب مع الله. اساءة الادب مع الله انك انت تترك السبب دون ان يتركك السبب، فان تركك السبب معلش، لكن انك انت تترك السبب كده يبقى شهوة، يبقى شهوة خفية عايز تبقى والي بسرعة الله قبل ما ربنا يرقيك، عايز تترك الاسباب وتتعامل مع رب الاسباب، وربنا بيقول لك تعبدني بالاسباب، اعبدني بالاسباب. ربك بيقول لك اعبدني بالاسباب، تقول له لا يا رب انا عايز اعبدك بلا سبب. بقى ليك رأي انت، بقى هي بداية الولاية ان تخرج من نفسك الى ربك، ما يبقاش لك رأي مع ربك، فهمت؟ فعشان كده من الادب ان تأخذ بالاسباب حتى يترك السبب، مش انت اللي تترك السبب. فدول كان ربنا بيديهم علامات يتركوا بها الاسباب، فلما كانوا بيتركوا الاسباب كان ربنا سبحانه وتعالى بيؤدي عنهم بدون سبب. بس بعد ما يختبروا، ما وقعت في الخربة يومين كاملين 48 ساعة ما يجيلوش حاجة، لما اشتد عليه الجوع والعطش وابتدى حتى يتهز، قال ايه الحكاية وانا سأت الادب ولا ايه؟ فبص لما ابتدى يناقش نفسه كده بص لقى ربنا ستره وبعت له الطعام بلا سبب يعني. وقال بعضهم اشرفت على ابراهيم ابن ادم وهو في بستان يحفظه وقد اخذه النوم، واذا حي في فيها طاقة نرجس تروحه بها. يعني ربنا بيبين اولياءه للناس. سيدنا ابراهيم ابن ادم نايم، فالتاني شاف سيدنا ابراهيم ابن ادم وهو نايم قدامه حية قاعدة بتهز حواليه الهوى ومكة حاجة رائحتها جميلة، يعني علشان هي مش هتعمل كده لسيدنا ابراهيم، وربنا اراد ان يبين العلامة دي عشان الناس تعرف ابراهيم ابن ادم يوم يستفيدوا بيه. ادي كل الحكاية. ومعلوم ان الاولياء تخدمها يعني ما في الارض والسماء، حتى ملائكة السماء تخدم الاولياء. وقيل كان جماعة مع ايوب السختياني، هي مكتوبة عند السجستاني، في السفر. كان جماعة مع ايوب السختياني في السفر فأعياهم طلبوا الماء، فقال ايوب اتسترون علي ما عشت؟ يعني اعمل معاكو حاجة خدمة وتستروها علي طول ما انا عايش ما تقولوش لحد للناس؟ فقالوا نعم. فدور دائرة فراح راسم دايرة على الارض كده فنبع منها الماء فشربنا. قال فلما دخلنا البصرة اخبر به حماد بن زيد، يعني بعد ما مات قالوا بقى الخبر ده. فقال عبد الواحد بن زيد شهدت معه ذلك اليوم، قال كان انا كمان كنت معهم في هذا اليوم. وقال بكر بن عبد الرحمن كنا مع ذي النون المصري في البادية فنزلنا تحت شجرة من ام غيلان، شجرة شوك يعني، فقلنا ما اطيب هذا الموضع لو كان فيه رطب. فتبسم ذو النون وقال اتشتهون الرطب؟ وحرك الشجرة وقال اقسمت عليك بالذي ابتدأك وخلقك شجرة الا نثرت علينا رطبا جنيا. ثم حركها فنثرت رطبا جنيا.
فأكلنا وشبعنا ثم نمنا، فانتبهنا وحركنا الشجرة بعد ما سحيوا بيحركوها تاني كده لو نزلت شوك، فنثرت علينا شوك. وحكي عن أبي القاسم بن مروان النهواندي قال: كنت أنا وأبو بكر الوراق مع أبي سعيد الخراز نمشي على ساحل البحر نحو صيدا، سلمها الله في لبنان كده برضو، فرأى شخصا من بعيد فقال: اجلسوا، لا يخلو هذا الشخص أن يكون وليا من أولياء الله. قال: فما لبثنا أن جاءه شاب حسن الوجه وبيده ركوة ومحبرة وعليه مرقعة، فالتفت أبو سعيد إليه منكرا عليه لحمله المحبرة مع الركوة، فقال له: يا فتى كيف الطرق إلى الله تعالى؟ هم كانوا أي أهل الطريق كانوا بيعتبروا أن طلب العلم أولا، فإذا طلب العلم ترك العلم للمعلوم. فلما لقى معاه بقى دواية حبر قال: الظاهر ده لسه بيطلب العلم، ده لسه تلميذ، ده الظاهر بقى ده لسه تلميذ، ده معاه طلب محبرة وبتاع ولسه في المدرسة، ده متخرجش ده. فقال له: يا فتى كيف الطرق إلى الله تعالى؟ فقال: نمتحنه بقى، ده تلميذ ده بقى نمتحنه. فقال: يا أبا سعيد، أعرف إلى الله طريقين، طريقا خاصا وطريقا عاما، فأما الطريق العام فالذي أنت عليه، وأما الطريق الخاص فهلما. ثم مشى على الماء حتى غاب عن أعيننا، فبقي أبو سعيد حيران مما رأى. زي ما قلت لك إن ممكن الأولياء بس إنهم أصغر من بعض المشايخ الكبار، ويبقوا الاثنين أولياء بس درجات بعضها فوق بعض. وقال الجنيد: جئت مسجد الشنزيه، ده كان حتة اسمها الشنزيه كده، كان سوق في بغداد اسمه الشنزيه، فكان في مسجد زي ما تقول مسجد العتبة، مسجد الموسكي، واخد بالك نفس المعنى. فرأيت فيه جماعة من الفقراء يتكلمون في الآيات، يعني في ايه، بيتكلموا في الكرامات يعني. فقال فقير منهم: أعرف رجلا لو قال لهذه الاسطوانة، اسطوانة الجامع يعني، كوني ذهبا نصفك ونصفك فضة، كانت. قال الجنيد: فنظرت فإذا الاسطوانة نصفها ذهب ونصفها فضة. وقيل حج سفيان الثوري مع شيبان الراعي فعرض لهما سبع، فقال سفيان لشيبان: أما ترى هذا السبع؟ فقال: لا تخف. فأخذ شيبان أذنه فحركها فبصبص وحرك ذم به ومشي. سيدنا سفيان الثوري علامة كبير، عالم كبير، وشيبان الراعي ده راجل ولي بس راعي، راجل يعني مش من العلماء بس راجل صالح من الأولياء. فلما شاف السبع سيدنا سفيان بيقول للشيبان الراعي: انت مش شايف السبع يعني، ما اتحركتش، ما خفتش يعني. فراح مسك السبع من ودنه كده، فالسبع هز ديله فرحا وراح سايبهم ومشي. ادي معنى فبصبص وحرك ذنبه. فقال سفيان: ما هذه الشهرة؟ قال له: ايه الشهرة دي يا شيبان، انت بتعمل الشغل ده شهرة؟ فقال: لولا ما خفت الشهرة لما وضعت زادي الا على ظهري حتى اتي مكة. قال له: ده انا لولا ان انا خايف الشهرة كنت ركبت على ظهره لحد ما اوصل مكة والناس تشوفني كده، لكن انا مش عايز اعمل كده. وحكي ان السري لما ترك التجارة، السري السقطي خال سيدنا الجنيد، اخته تبقى ام سيدنا الجنيد، فالسري السقطي لما جاءه علامة من الله ان يترك الاسباب ويتفرغ لطاعته وعبادته، كانت اخته تنفق عليه من ثمن غزلها، فابطأت يوما، فقال لها السري: لما ابطأتي؟ فقالت: لان غزلي لم يشتر، وذكر انه مخلط. قالت له: أصل أنا تأخرت عليك النهاردة، عرضت النسيج بتاعي في السوق، فقالوا لي: لا ده مخلط مش صافي، مش صوف صافي، ده متخلط، فوردوش يشتروا. فامتنع السري عن طعامها مخافة أن يضع الفلوس اللي جابته دي قبل كده، فلوس داخلها حرام تكون بتبيع النسيج والناس بيشتروا على أنه صافي وهو مخلط، فخاف يأكل من إيه، من فلوس. فامتنع السري عن طعامها، ثم ان اخته دخلت عليه يوما فرأت عنده عجوزا تكنس بيته وتحمل اليه كل يوم رغيفين، فحزنت اخته وشكت الى احمد بن حنبل، كان سيدنا احمد بن حنبل معاصر له. فقال احمد بن حنبل للسري فيه، قال له: ليه انت مزعل اختك ما بتاكلش الاكل بتاعها وكده؟ فقال: لما امتنعت من اكل طعامها قيض الله لي الدنيا لتنفق علي وتخدمني، في صورة عجوز كده تجي له تكنس له قطه وتنظفها له وتسيب له رغيفين وتمشي. واخبرنا محمد بن عبد الله الصوفي قال:
حدثنا علي بن هارون قال حدثنا علي بن أبي محمد التميمي قال حدثنا جعفر بن القاسم الخواص قال حدثنا أحمد بن محمد الطوسي قال حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال كنت عند أبي محفوظ معروف الكرخي. سيدنا معروف الكرخي قبره برضه موجود هناك في بغداد يزار وله مسجد كبير. سيدنا معروف الكرخي كنت عند أبي محفوظ معروف الكرخي فدعا لي فرجعت إليه من الغد وفي وجهه أثر فقال له إنسان يا أبا محفوظ كنت عندك بالأمس ولم يكن بوجهك هذا الأثر فما هذا؟ يعني كان بيزور سيدنا معروف فدعا له، ثاني يوم بيزوره ثاني لقى في وشه أثر جرح مجروح يعني، قال له إيه الجرح ده؟ فقال سأل عما يعنيك ما تسألش عن حاجة مالكش دعوة بيها. فقال الرجل بمعبودك أن تقول. فقال صليت البارحة ها هنا واشتهيت أن أطوف بالبيت فمضيت إلى مكة وطفت ثم ملت إلى زمزم لأشرب من مياه فزلقت على الباب فأصاب وجهي مطرة. كل ده هو في بغداد. يعني بيقول له امبارح خطر في بالي كده أن أنا أصلي العشاء في الكعبة فرحت صليت العشاء في الكعبة وبعدين قلت أما أعدي على زمزم أشرب فاتزحلقت على الباب فوقعت اتبطحت. وهو بيكلمه في بغداد تاني يوم على ده. وقيل كان عتبة الغلام يقعد فيقول يا ورشان إن كنت أطوع لله عز وجل مني فتعال واقعد على كفي. فيجيء الورشان ويقعد على كفي، نوع من الطيور زي النسور يعني، كان يقعد كده ينادي يقول يا ورشان يعني يا نسر لو كنت أطوع لله مني تعال واقعد على كفي. فيبص تلاقي يجيء له الطائر يقعد على كفي. وحكي عن أبي علي الرازي أنه قال مررت يوما على الفرات فعرضت لنفسي شهوة السمك الطري فإذا الماء قد قذف سمك نحوي وإذا رجل يعدو ويقول أشويها لك فقلت نعم فشواها فقعدت وأكلته. يعني هو قاعد على الفرات خطر في باله كده يأكل سمك مشوي فبص لقى السمكة نطت له من البحر وشوية رجل بيجري بيقول له أشويها لك شواها له، لقى نفسه قاعد بيأكل السمك المشوي. يبقى الأكوان بتخدم أولياء الله. وقيل كان إبراهيم بن أدهم في رفقة فعرض لهم السبع فقالوا يا أبا إسحاق قد عرض لنا السبع. فجاء إبراهيم وقال يا أسد إن كنت أمرت فينا بشيء فامضي وإلا فرجع. فرجع الأسد ومضوا. يعني لو كان ربنا أمرك تاكل واحد فينا اعمل اللي ربنا أمرك به، لو ما كانش أمرك بحاجة ما فيش داعي تيجي تخوفنا بقى امشي. فاتضح ان ربنا ما قالوش كل حد فيه غير ماشي. وقال حامد الاسود كنت مع الخواص في البرية فبتنا عند شجرة اذ جاء السبع فصعدت الشجرة الى الصباح لا يأخذني النوم ونام ابراهيم الخواص والسبع يشم من رأسي الى قدم ومش خايف ونايم تحت الشجرة. ثم مضى فلما كانت الليلة الثانية بتنا في مسجد في قرية فوقعت بقة على وجهي، يعني بقايا يعني أكلانا بلغة المصريين، جت على وشه وقرصته فأن أنة فقعد يتوجع من البقايا. ده امبارح الأسد قاعد يشمشم فيك وأنت نايم في عمق والنهارده بقايا تقعد تتوجع منها. فقلت هذا عجب، البارحة لم تجزع من الأسد والليلة تصيح من البق. فقال أما البارحة فتلك حالة كنت فيها بالله عز وجل وأما الليلة فهذه حالة أنا فيها بنفسي. إذا كنت بنفسك تبقى ضعيف ما تستحملش بقاي، إذا كنت بالله تبقى أقوى من الأكوان. فهو كان امبارح بالله والنهاردة ربنا تركه بنفسه. فربنا يجعلنا بالله ولله وفي الله. وحكي عن عطاء الأزرق أنه دفعت إليه امرأته درهمين من ثمن غزلها ليشتري لهم شيئا من الدقيق فخرج من بيته فلقي جارية تبكي فقال لها ما بالك؟ فقالت دفع إلي مولاي درهمين أشتري لهم شيئا فسقط مني فأخاف أن يضربني. فدفع عطاء الدرهمين إليها ومر وقعد على حانوت صديق له ممن يشق الساج، يعني إيه نجار بيشق إيه الساج، ده نوع من الأشجار. وذكر له الحال وما يخاف من سوء خلق امرأته. فقال له صاحبه خذ من هذه النشارة في هذا الجراب لعلكم تنتفعون بها في سجر التنور إذ ليس يساعدني في الإمكان في شيء آخر. فحمل النشارة وفتح باب دار ورمى بالجراب ورد الباب ودخل المسجد إلى ما بعد العتمة ليكون النوم أخذهم ولا تستطيل عليه المرء.
يعني عطاء الازرق كان متجوز امرأة صليطة اللسان سيئة الخلق، وكانت بتشتغل في النسج وتكسب وتصرف على البيت، وتملي الست اللي تصرف على البيت لسانها يطول، تملي كده، عايز ست لسانها يطول وهي مؤدبة خليها تصرف على البيت، فهي تبتدي بقى ايه تنقرض جوزها على طول، ليه؟ لانها بتصرف، شعرت بالقوامة. فهي بقى كانت بالمنظر ده، هي بتصرف وتنسج وتبيع ويبقى معاها فلوس، فادته درهمين قالت له روح اشتري لنا اكل. فراح خرج هو واخد الدرهمين يجيب طلبات البيت، فلقى عيله صغيره بتعيط عشان سيدها اداها درهمين ضاعوا منها وخايفه يضربها. فقال لها خلاص خد الدرهمين وروح. وبعدين افتكر سوء خلق مراته هيرجع لها ازاي من غير الاكل؟ ده هتبهدله. فراح قعد عند واحد صاحبه نجار بيقطع الخشب يشوف هيعمل ايه. فالنجار بيقول له ايه اللي معادك؟ اشتكى له وقال له الحكايه. فقال له والله انا معيش اي امكانيات دلوقتي ولا فلوس، لكن خد شويه النشاره دي املى بيها الجراب بتاعك ده اللي كنت هتجيب فيه الدقيق علشان على الاقل تستعملها تولع بيها الفرن وانتوا بتخبزوا، هو ده اللي اقدر اساعدك دلوقتي. فراح واخد الجراب بتاعه مليان النشاره ودخل بيته وخبط، راح فتح الباب رمى النشاره وجري على الجامع، قعد هناك للعشاء مش عايز يواجه مراته لانها هتعمل له شغلانه كبيره. فضل قاعد لحد ما بعد العشاء خلصت حتى يكون النوم خدهم ويدخل بيته ويتسحب. فلما فتح الباب وجدهم يخبزون الخبز، فقال من اين لكم هذا الخبز؟ فقالوا من الدقيق الذي كان في الجراب، لا تشتري من غير هذا الدقيق. قال افعل ان شاء الله. ودي اكرام برضو لي ان ربنا ينقذه. انا قلت لك سيدي الدريني سيدنا عبد العزيز الدريني كانت مراته برضه صليطة اللسان كده، وكانت مربية فراخ، ما كانش عندهم انفلونزا الطيور لسه، فكان عندها فراخ عشت فراخ. فقال واحد ضيف من ضيوفه ومراته برضه تلميذ من تلامذته جاي يزوره، جاي له من طنطا وهو قاعد هنا في الروضة، فالراجل عايز يكرمه، فراح واخد فرخة من الفراخ اللي في الحظيرة وراح دبحها وراح نضفها وحطها في شوية مية وبصلة يسلقها له. جت مراته دخلت شافت ايه ذبح الفرخ، قالت له ايه المصيبه دي؟ تاخد الفراخ من ورايا وانت خارب البيت والغيط، وقعدت تزعق له قدام تلميذه بقى محرج منه. اما لا هش هش، فراحت طالعه الفرخه من النار ونطت برشه معروفه من كرامات سيدنا الدرين. قامت مراته بقى ايه عرفت مكان جوزها وتابت الى الله، لكن كانت سيئه الخلق برضه. سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي يقول، سمعت منصور بن عبد الله يقول، سمعت ابا جعفر بن بركات يقول، كنت اجالس الفقراء. الفقراء كانوا بيعملوا ايه مع بعضهم؟ الفقير اللي هو المنقطع الى الطريق الى الله دون الاخذ باسباب، ده كانوا يسموهم الفقراء زمان، طوائف كده تعيش كده منقطعه، جالها حاجه اي واحد يجي له حاجه تبقى ملك الكل، هو لا يملك شيء. اي واحد يجي له اي حاجه، لو واحد جاله مثلا طعام هدية يبقى الطعام ده ملك الكل، لو جاله فلوس يبقى الفلوس دي ملك الكل. ادي الفقراء كانوا يعملوا كده مع بعضه. ففتح علي بدينار فاردت ان ادفعه اليهم على العادة اللي هم متفقين فيها ان اي واحد يجيله حاجة تبقى ملك الكل. ثم قلت في نفسي لعلي احتاج اليه، فخالف العهد اللي بينه وبين الفقراء، حاول يدوالهم وبعدين قال ايه انا اشيله كده ادكنه يمكن انا احتاجه، ما خدوش بالهم ان انا جالي حاجه، فراح حطه في جيبه وسكت كانه ما جالوش حاجه. فهاجى بي وجع الضرس، فبص لقى ضرس وجعه فقلعت سنا، فوجعت الاخرى حتى قلعتها، فهتف بي هاتف ان لم تدفع الي من دينار فلا يبقى في فمك سن واحده. فراح طلع لهم الدينار علشان بدل ما اسنانه كلها تتخلع. قال الاستاذ وهذا في باب الكرامة اتم من ان كان يفتى عليهم بدنانير كثيرة تنقض العادة، يعني كرامة الحفظ من الزلل بمخالفة العهد احسن من ان كان ربنا يديهم دنانير كثيرة ويقوم ايه يستدرجهم من حيث لا يعلمون ويتركهم ينقضوا العهد وربنا برضو يبارك لهم، لا كان ربنا سبحانه وتعالى يديهم علامات على طول عشان يرجع ويتوب الى الله على طول. وحكى ابو سليمان الدراني قال خرج عامر بن قيس الى الشام ومعه شكوى يعني قربة، اذا شاء صب منها ماء ليتوضأ للصلاة واذا شاء صب منها لبنا يشرب، يعني هو معاه حاجة واحدة بس قربة واحدة
اما يجي يتوضا يصب منها ميه، اما يجي ياكل يصب منها لبن. دي كرامه من الله. وروى عثمان بن ابي العاتكه قال: كنا في غزاه في ارض الروم، فبعث الوالي سريه الى موضع وجعل الميعاد في يوم كذا. قال: فجاء الميعاد ولم تقدم السريه، فبين ابو مسلم يصلي الى رمحه، ابو مسلم الخولاني اللي قلت لك عليه اللي هو دخل النار وطلع منها سليم، فبين ابو مسلم يصلي الى رمحه، يعني حطت الرمح جزه كده على الارض عشان يبقى يعني دروه ليه للصلاه، بحيث لما يجي حد يمر خارج الرمح، الذي ركزه بالارض اذ جاء طائر الى راس السنان وقال: ان السريه قد سلمت وغنمت وسيريدون عليكم يوم كذا في وقت كذا. قالوا طائر وهو بيصلي قال له على ان السريه جايه في الطريق وهتوصل لكم يوم كذا وانها سلمت وغنمت. فقال ابو مسلم الطير: من انت رحمك الله تعالى؟ فقال: انا مذهب الحزن عن قلوب المؤمنين. فجاء ابو مسلم الى الوالي واخبره بذلك، فلما كان اليوم الذي قال اتت السريه على الوجه الذي قال. وعن بعضهم قال: كنا في مركب فمات رجل كان معنا عليل، فاخذنا في جهازه واردنا ان نلقيه في البحر، فصار البحر جافا ونزلت السفينه على بقى البحر يابس ونزلت السفينه، يعني مات واحد في السفينه فجهزوه غسلوه والعاده في السفن بعد ما يغسلوا ويكفنوا ويصلوا عليه يرموه في البحر، هو ده الدفن بتاع البحر. فلما ارادوا كده بصوا لقى ربنا جفف لهم البحر وبقت السفينه واقفه على اليابسه. فخرجنا وحفرنا له قبرا ودفناه، فلما فرغنا استوى الماء وارتفع المركب وسرنا. يعني ربنا حفظ جسد هذا الولي من ان ياكله السمك، لان الارض لا تاكل اجساد الايه الاولياء، لكن السمك ممكن ياكلها، مش كده؟ السمك مش من الارض، فربنا سبحانه وتعالى جفف لهم الميه علشان يدفن في الارض فلا تاكل السمك جسده. وقيل ان الناس اصابتهم مجاعه بالبصره، فاشترى حبيب العجمي طعاما بالنسيئه وفرقه على المساكين، يعني حصل مجاعه فسيدنا حبيب العجمي اشترى طعامه معهوش فلوس، فاشتراه بالاجل بالنسيئه ووزعه على الفقراء، واخذ كيسه فجعله تحت راسه، فلما جاءوا يتقاضونه حط الكيس فاضي وحط تحت راسه نام عليه. فجم الناس بعد فتره على الميعاد اللي يسدد فيه الدين عايزين ياخدوا ثمن الحاجه اللي خدها منه، اخذه واذا هو مملوء دراهم فقد منهم ديونه، ففتح كيسه الفاضي لقى مليان دراهم من الله، يعني انفق انفق عليه. وقيل اراد ابراهيم بن ادم ان يركب السفينه فابوا الا ان يعطيهم دينارا، فصلى على الشط ركعتين وقال: اللهم انهم قد سالوني ما ليس عندي، فصار الرمل بين يديه دنانير، فقد واحد منهم الدوله. وحدثنا محمد بن عبد الله الصوفي قال: حدثنا عبد العزيز بن الفضل قال: حدثنا محمد بن احمد المروزي قال: حدثنا عبد الله بن سليمان قال: قال ابو حمزه نصر بن الفرج خادم ابي معاويه الاسود قال: كان ابو معاويه ذهب بصره، فاذا اراد ان يقرا نشر المصحف فيرد الله عليه بصره، فاذا اطبق المصحف ذهب بصره. دي برضه من باب الاكرام، زي اللي اصابته الزمانه يعني للمرض، وكان ربنا يديله القدرة ان يحرك نفسه لحد ما يصلي، وبعد ما يصلي يرجع تاني مشلول. ده برضو كان يحب يقرأ في المصحف، لان القراءة في المصحف للحافظ حتى افضل من القراءة من الحفظ، عشان بتتعبد بعينك مع لسانك مع قلبك. فكان لما ذهب بصره يجي يفتح المصحف يشوف يقرأ، ما يقفل المصحف يرجع تاني اعمى كما كان. ايوه فتوى يعني؟ طب ما تخلينا واحنا ماشيين هنخلص، احنا فاضل لنا دقيقة واحدة. وقال احمد بن الهيثم المتطيب قال لي بشر الحافي: قل لمعروف الكرخي اذا صليت جئتك. قال: فأديت الرسالة وانتظرته، يعني قال له لما صلي العشاء حجيلك. فانتظر، فصلينا الظهر ولم يجئ، ثم صلينا العصر ثم المغرب ثم العشاء، فقلت في نفسي: سبحان الله، مثل بشر يقول شيئا ثم لا يفعل، يعني يوعد ويخلف، لا يجوز ان لا يفعل. وانتظرته وانا فوق مسجد على مشرعة، يعني قاعد في بلكونة كده فوق المسجد شايف المكان من عالي يعني. فجاء بشر بعد
هوي من الليل، يعني بعد فترة طويلة من الليل، وعلى رأسه سجادة، فتقدم إلى دجلة ومشى على الماء، فرميت بنفسي من السطح وقبلت يديه ورجليه وقلت ادعو الله لي، فدعا لي وقال استره علي، قال فلم أتكلم بهذا حتى مات. آخر كرامة نقرأها النهاردة ونكمل بقية الكرامات إن شاء الله يوم السبت القادم. سمعت أبا عبد الله الشيرازي قال: حدثنا أبو الفرج الورثاني قال: سمعت علي بن يعقوب بدمشق قال: سمعت أبا بكر محمد بن أحمد يقول: سمعت قاسم الجرعي يقول: رأيت رجلا في الطواف لا يزيد على قوله: إلهي قضيت حوائج الكل ولم تقضي حاجتي. يعني في الطواف واحد بيقول كده: يا إلهي قضيت حوائج الكل ولم تقضي حاجتي. فقلت: ما لك لا تزيد على هذا الدعاء؟ فقال: أحدثك، اعلم أن كنا سبعة أنفس من بلدان شتى، يعني كنا سبعة أصدقاء وكل صديق مننا من بلد شتى، فخرجنا إلى الجهاد فأثرنا الروم ومضوا بنا لنقتل، فرأيت سبعة أبواب فتحت من السماء وعلى كل باب جارية حسناء من الحور العين، فقدم واحد منا فضربت عنقه، فرأيت جارية منهن هبطت إلى الأرض وبيدها منديل فقبضت روحه حتى ضربت أعناق ستة منا. يعني ربنا كشف له لما حكموا عليهم بالإعدام أعدائهم وأثروهم، سبع أبواب اتفتحت في الجنة وعلى كل في السماء وعلى كل باب حور من حور العين، كل ما يقتل واحد تيجي واحدة من الحوراء تاخد روح هذا الواحد وتطلع لحد ما جاء عليه الدور، فقبضت روحه حتى ضربت أعناق ستة منا فاستوهبني بعض رجالهم. فلما جاء عليه الدور بعض رجال الروم قال لهم: ما تدهوني يبقى رقيق عندي بدل ما تقتلوه، أو يخدمني يبقى عبد عندي وخلاص. فقالت الجارية: أي شيء فاتك يا محروم؟ اللي هي حور العين قالت له كده، اللي كان عليها الدور تاخد روح. وغلقت الأبواب، فأنا يا أخي متأسف متحسر على ما فاتني. قال قاسم الجرعي: أراه أفضلهم لأنه رأى ما لم يروا وعمل على الشوق بعدهم. يعني بيقول أنه هو يرى أن ده أفضلهم لأن ربنا سبحانه وتعالى كشف له ما لم يكشفه لهم، وبعدين اداله فترة عمر يعمل على الشوق إلى الله. وخيركم من طال عمره وحسن عمله، مش كده برضه؟ ونقف عند هذا الحد، نكمل يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بأنوار نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضاه، ارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعبادك الصالحين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك ذكرونه فعن ذكره الغافلون. وجزاكم الله خير. أيها